صنعاء تعلن الصليب الأحمر يكذب السعودية بشأن المغتربين اليمنيين 104 المفرج عنهم من قبلها. تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أصرت السعودية على أن المعتقلين اليمنيين الذين أفرجت عنهم بعد يوم من إتمام صفقة تبادل الأسرى بين الرياض وأتباعها من جهة وصنعاء من جهة مقابلة بأنهم أسرى حرب وتابعين لأنصار الله، على الرغم من أن هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم من داخل السعودية حيث كانوا يعملون في المملكة ضمن مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين، وبعضهم كانوا معتقلين في السعودية من قبل العام 2015، ولم تكن الرياض ستفرض على هؤلاء المعتقلين لو لولا إصرار حكومة صنعاء على إطلاق سراحهم رافضة مساومة الرياض عليهم لإدراجهم ضمن الأسرى ليتم مبادلتهم بأسرى حرب حقيقيين تابعين للتحالف. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس أن رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين قال إن تنصل الحوثي من الاعتراف ببعض الأسرى إجراء غير أخلاقي ولا إنساني وتخل عن عناصرها ومقاتليها. ادعاء السعودية بأن المعتقلين المغتربين المفرج عنهم بأنهم أسرى حرب وتابعين لقوات صنعاء سبقه تكذيب دولي من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذاتها، والتي قامت بنقل المفرج عنهم بثلاث طائرات للصليب الأحمر من السعودية إلى اليمن عبر رحلتين، الأولى والثانية حملتا 96 مغترب إلى صنعاء، وثالثة حملت 8 مغتربين إلى عدن بحسب ما أكدته المستشارة الأعلامية للصليب الأحمر جيسيكا موسوسان لوكالة فرانس بريس الإخبارية الفرنسية اليوم. وقالت المسؤولة بالصليب الأحمر الدولي إن طرف صنعاء اتفق مع السعودية على أن تفرج الأخيرة عن هؤلاء المعتقلين 104، وقالت موسوسان إن صنعاء اشترطت أن يكون إطلاق هؤلاء المعتقلين خارج إطار صفقة تبادل الأسرى، وهو ما قبلت به السعودية في نهاية الأمر، وقد تم تنفيذ الإفراج بعد يوم من إتمام الطرفين صفقة تبادل الأسرى التي استمرت 3 أيام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.